اليوم مستمعينا الافاضل غادي نتحدثوا على التغذيه السليمه للناس المقلعين عن التدخين. اليوم فقره التغذيه غادي نعطيكم نصائح واطعمه كتساعد على مواجهه الاعراض الانسحابيه بعد الاقلاع والحفاظ على الرشاقه ايضا. رفقه الاستاذه اسماء زريوي الاخصائيه في التغذيه والحميه بالرباط. صباح الخير استاذه. صباح الخير استاذه اسماء. صباح النور. اش اخبارك استاذه؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. جمعه مباركه باش ما تمنيتي ان شاء الله. شكرا. لا يخطيك. طيب أستاذة أسماء، عادة المدخنين ما كيمشيو بيديهم تجاه الفم ديالهم والأخصائيين كيعطيهم بدائل مثلا المكسرات، مثلا إلا بغينا نقولوا اللوز، القرقع، باش كيبقى حتى كيوالف ديك العادة الجديدة ديالو، وكتكون صعوبة باش أنه منين يقلع على التدخين يعودها بتغذية سليمة وصحية. فإذا سمحتي نعطيو نصائح اليوم للمستمعين المقلعين عن التدخين. نعم، اولا اي واحد الان فكر انه يقلع عن التدخين لازم يعني نهنئه، هذه اول حاجه. نعم بالفعل، سواء كان في صفوف السيدات ولا صفوف الرجال. وللعلم ان عند النساء الاعراض ديال الاقلاع على اي ادمان كيف ما بغى يكون كيكون عنده واحد الاعراض جانبيه. نعم. فالأعراض الجانبية عند السيدات كتكون شوية أصعب من عند الرجال، خصوصا إذا كان الانقطاع يعني عن التدخين كيكون قبل يعني الدورة الشهرية. نعم. فالمشكل ديال الأعراض الانقطاع كيكون أكثر يعني أكثر حاضر بقوة عندهم، لهذا دائما النساء كنصحهم أنهم يقطعوا التدخين بعد الدورة الشهرية. نعم. للتخفيف منها. ثم عندنا ايضا خاصنا نعرفوا انه خلال الانسان المدخن تكون الشهيه ديال الاكل ديالو اقل من الانسان العادي. وايضا كيكون عنده عمليه الحرق اكثر يعني من الانسان اللي الغير مدخن. نعم. فمني المدخن كيحبس التدخين شنو تيوقع؟ هذاك يعني الشهيه كتزاد. نعم. ثم بعد ذلك يعني الأكل كيزاد، ثم أيضا يعني الأكل مني كيزاد الوزن كيزاد بطبيعة الحال. نعم. نتيجة لأن التمثيل الغذائي تهو يعني كيهبط. نعم، هو بحال كيولي أستاذة كيستمتعوا بديك عودة ديال الحاسة الذوق للقوة ديالها من بعد توقف عن التدخين اللي كيكون كيغير. نعم. النكهة والطعم بطبيعة الحال. فعلا، فحتى كيف ما قلتي التدخين كيخلي حاسة الذوق تكون أفضل وأحسن. وهذا الشيء تيخليه ما يبقاش يزيد مثلا السكر بزاف ولا الملح بزاف ولا التوابل بزاف. نعم. فهذا الشيء يعني كيسهل عليه حتى مسائل أخرى، ولكن هذه زيادة الوزن اللي كتحدثوا عليها بعد التدخين توقف عن التدخين ما كتكونش يعني خطيرة بحال إلا توقفوا بحال التدخين بحد ذاته. نعم. نعم. لهذا هناك مجموعة من الاحتياطات لازم أن المقلع عن التدخين يقوم بها، وهي أنه يحاول ما أمكن يأخذ أغذية اللي هي غنية بالفيتامين سي. نعم. خلال هاد الفترة فكيكون الجسم دياله في حاجة ماسة لهاد الفيتامينات هذه. نعم. كتكون محل الاعراض الانسحابيه النيكوتين كيحسوا بالنعاس، فبالتالي انتم كاخصائيين كتعطيو هذا الفيتامين سي باش يحافظ على النشاط ايضا. استاذه اسماء. نعم، لان الفيتامين سي نعم مع التدخين كيكون السبب في يعني كيخلي الانسان يحرق يعني كيكون في عنده اجهاد اكسودي. نعم. اكثر من غيره من الناس، يعني كيستهلك كميه من الفيتامين سي ومضادات الاكسده اكثر من الناس الاخرين. اذا خلال التوقف عن التدخين لازم انه يرجع ياخذ الفيتامين سي، يرجع ياخذ الفواكه والخضر. نعم. ومن الاحسن يعني مثلا اذا كان كياخذ قهوه. نعم. بعد سيجاره بعد القهوه يحاول يعني يبعد هذه العلاقه هذه. نعم. بحال اللي هي دوك مشروبات الكافيين اللي كتزيد الرغبه في التدخين. اي عاده. نعم. سواء كان مشروبات الكافيين او مثلا بعد الغداء يشعل سيجاره او قبل يعني الافطار او لا. نعم. يحاول يدخل يعني عادات. فالتمر من المسائل الجيده
اللي كتساعد الإنسان أنه يقلع عن التدخين. نعم. طيب أيضا بالنسبة للأستاذة أكيد بعد الإقلاع عن التدخين كيواجهوا انخفاض في السكر في الدم، فأكيد كيخص يتبع نظام غذائي صحي أستاذة. نعم فعلا. نعم نعم فعلا، فالنظام الغذائي لازم اول حاجه باش ما يزاد ليش الوزن لازم ياخذ مجموعه، يعني ياكل بطريقه اللي هي صحيه بطبيعه الحال. نعم. طيب بعد هذه ان الشهيه كتزاد عنده فيحاول يكون الميول ديالو لكل ما هو خضار وفواكه اكثر من الاغذيه اللي فيها واحد المخزون طاقي كثير، مثلا الاشياء اللي فيها دسام، الاشياء اللي هي مصنعه. نعم. يبعد عليها. بالنسبة لتناول الفواكه الجافة فممكن أنه يلجأ لهذه الطريقة هذه، ولكن يعني ما كتبقاش بالنسبة للأشخاص اللي الوزن ديالهم قليل بزاف وضعاف مزيان، ممكن يبدأوا ياخذوا الفواكه الجافة يعني بلست أنه يأخذ سيجار. نعم كذلك. ولكن الناس اللي كيكون عندهم قابلية الزيادة في الوزن ما لازمش انهم يعني ياخذوها بطريقة اللي هي كثيرة. نعم نعم. بالنسبة أستاذ المسكة او العلكة الخالية من السكر كيعطيوها الاخصائيين كبديل جيد لابقاء الفم يبقى مشغول بديك الحركة اللي موجودة. نعم هذه 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 من الجانب النفسي، ولكن بحال دابا العلكة غادي تجيهم الناس غريبة شي شوية، ولكن من الأفضل أنهم يحاولوا يمضغوا ذاك المسكة البلدية. نعم اللي هي يقدروا مثلا يشريوها المسكة البلدية اللي كنديروها في الصفوف وكيتشاف. نعم. هذيك غير خصها هي راه كتمضغ حتى هي. نعم. غير خاص كمية يعني اللي هي مهمة. نعم. يعني هذيك ممتازة جدا. علاش؟ لأنها كتنقي الفم كتطهره. هو كيمضغ شي حاجة اللي طبيعية أصلا. نعم تماما. كذلك لازم أنه يبدأ يشرب الماء بزاف، لأن الماء كيخلصه من هذيك الحالة ديال التوتر اللي كي كيكون فيها مع الإحساس ذاك الرغبة في أخذ السيجارة، فحتى أنه تكون عنده قرعة ديال الماء في يدو وفوق ما يجي ذاك الإحساس أنه بغي يعني ياخد سيجارة يشرب الماء ويشرب الماء بكثرة. فهذه المسألة غادي تعاونوا على أنه يهدن من يعني الشعور دياله يعني والرغبة من أخذ سيجارة. كذلك لازم أنه يبدأ نظام رياضي غذائي ورياضي باش يحافظ على الوزن ديالو إذا كان طبيعي، وأيضا يتجنب الزيادة في الوزن لأنها أول شكوى كتكون عند الناس اللي كيكونوا وقفوا التدخين. نعم واضح أستاذة أسماء، شكرا جزيلا لك على هاد النصائح اللي قدمتي لنا. أسبوع مفيد قضيناه معاك الأستاذة أسماء زريوي الأخصائية في التغذية والحمية بالرباط.